يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الحلف بغير الله هل هناك حالات يكون فيها شركا أصغر وحالات يكون فيها شركا أكبر؟ نعم، ذكر العلماء أنه إذا كان يعظم المحلوف به مثل ما يعظم الله هذا شرك أكبر، أما إن كان لا يعظم المحلوف به كتعظيم الله هذا شرك أصغر. وبعض القبوريين إذا أمرته أن يحلف بالله حلف 100 يمين في مجلس واحد وهو كاذب، وإذا أمرته أن يحلف بالضريح أو بالقبر فإنه ينتفض من الخوف ويرتعد ولا يحلف وهو كاذب أبدا. هذا يعظم المخلوق أعظم مما يعظم الله، هذا لا شك أنه شرك أكبر. نعم.